194 دولة اعترفت بدولة فلسطين وأحقيتها في الوجود وممارسة حقوقها ودورها وسيادتها ومشاركتها في الاستقرار والسلم الدوليين، إلا أن إسرائيل لم تفعل. وعلى الرغم من أن ساستها وقياديها في معظمهم يعلنون موافقتهم على حل الدولتين، إلا أن سياسة إسرائيل على الأرض لا تنطبق على التصريحات العلنية. We hope to embark on a new era in the history of the Middle East. إسرائيل، ورغم اتفاق أوسلو الذي يضمن في نهايته إقامة دولة فلسطينية حقيقية، تخلت عن ذلك منذ العام 1995 فعلياً، عندما أعلنت أن لا مواعيد مقدسة ولا اتفاقيات مقدسة، وعندما تم اغتيال رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين في ذات العام، كانت إسرائيل تقرر فعلاً إحباط ومنع إقامة دولة فلسطينية في المناطق التي احتلت عام 67. واضح أن بعد وفاة رابين سيطر اليمين الإسرائيلي على المشهد السياسي الإسرائيلي، وبالتالي خاصة حزب الليكود الذي لا يؤمن بالخروج من الضفة الغربية تحديدا، وأيضا مع تطور الأحزاب أو نشوء أحزاب يمينية متطرفة في بداية التسعينات تحديدا، أدى إلى إلغاء فكرة إنهاء حل الدولتين على المستوى السياسي لليمين المسيطر، وبالتالي ما جرى هو تحول جذري فيما يتعلق بالنظرة للتسوية السياسية. سيطر اليمين هنا على المشهد، وبالتالي بدأ يعمل على تعزيز الاستيطان وتغيير جوهري في الأراضي الفلسطينية على المستوى الديموغرافي، واستغل بشكل رئيسي ما نظرت إليه المؤسسة العسكرية من تقسيم الضفة الغربية إلى ثلاث مناطق: السيطرة الرئيسية والكبيرة للاحتلال الإسرائيلي على منطقة سي التي تشكل 60% من الضفة الغربية، وبالتالي هذه يمكن نزعها من الفلسطينيين من خلال تكثيف الاستيطان. اليوم نتحدث عن 500,000 مستوطن، ما يقارب 17 إلى 20% من عدد السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية هم من المستوطنين، وبالتالي إمكانية الوصول إلى حل سياسي ينهي الاحتلال الإسرائيلي ويفكك المستوطنات من الضفة الغربية ومدينة القدس أصبح صعبا للغاية. اشتداد التيارات اليمينية والمتطرفة في إسرائيل واكتساح المستوطنين للمشهد السياسي الإسرائيلي واندلاع انتفاضة الأقصى، ومن ثم الهجوم على برجي التجارة العالمية، كل ذلك شكل عوامل تحول في السياسة الإسرائيلية نحو الشعب الفلسطيني والدولة الفلسطينية. فعمدت قوات الاحتلال إلى ضرب البنية التحتية الفلسطينية وإلى تقطيع الأوصال الجغرافية الفلسطينية وتقييد حركة التطور والنمو الاجتماعي والاقتصادي والسياسي إلى أدنى حدود. من ناحية أولى، هناك تغير فيما يتعلق بالسياسة، أكدوا على تجسيد أمر واحد هو أن قطاع غزة يمكن الاستغناء عنه والانسحاب منه، وبالتالي ينفكوا من أزمة كبيرة تتعلق بقطاع غزة بكثافته السكانية وبعدد المستوطنين القلائل الذي يحتاجون إلى تأمين كبير من الجيش الاحتلال، وبالتالي انتهوا من عقدة الأمن في قطاع غزة والاستفراد بالضفة الغربية وتجسيد دولة في الضفة الغربية ثنائية القومية يسيطر عليها الاستيطان أو المستوطنين في الضفة الغربية. وهذا جاء مع التحول الذي طرأ في أيضا التفكير الإسرائيلي، سواء عن شارون رئيس الحكومة الأسبق أو من تبعه فيما بعد من حكومات، ويعني كانت في أساسها لبنيامين نتنياهو ذو التفكير اليميني المتطرف الذي اليوم نشاهده مع حكومة يمينية فاشية أكثر تطرفا، فيها على الأقل 6 مستوطنين وزراء في هذه الحكومة التي تجسد في شكل رئيسي التفكير الإسرائيلي أو الصهيوني فيما يتعلق بالضفة الغربية.
والاستفراد بها حتى يكون لديهم قوة أو سيطرة أكبر على هذه المنطقة، وبالتالي محو ما يمكن الحديث عنه عن دولة فلسطينية مستقلة مستدامة أو قادرة على الحياة بكانتونات. كنا شاهدنا بعض سياسات الليكود في بداية الثمانينات عندما تحدث عن روابط القرى وعن إمكانية إقامة مناطق معزولة في الضفة الغربية تحت حكم ذاتي أو يشبه الحكم الذاتي. عمدت إسرائيل أولاً إلى السيطرة على حركة الفلسطينيين وتنقلهم، فنشرت الحواجز الثابتة والمتحركة والطائرة، وأقامت جدار الفصل العنصري، واتبعت سياسة المعابر، وقسمت الأراضي الفلسطينية إلى مربعات صغيرة معزولة بالسواتر والحواجز لتسهل السيطرة عليها، وحولت المحافظات إلى جزر معزولة يصعب التواصل فيما بينها. بكلمات أخرى، فإن إسرائيل ومن خلال سلب حرية الحركة والتنقل والتحكم فيهما أحبطت إمكانية أن تتطور الدولة الفلسطينية باتجاه تحقيق شروط الدولة وتواصلها وقابليتها للحياة. إن شبكة الحواجز والسواتر والجدران المنتشرة على أطراف أراضي الدولة الفلسطينية أو داخلها حولها فعلاً وقولاً إلى قطعة من الجبنة السويسرية كما قيل ذات مرة. التعقيدات الموجودة في الداخل طبعا تعقيدات تمس كل الواقع الفلسطيني على الجوانب الإنسانية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية، من حيث خلق ما يسمى بمعابر، منها ما يصنف على أنها معابر تجارية حوالي 6-7 معابر، ومنها ما يصنف على أنها معابر للمشاة مثل ما يطلق عليه معبر قلنديا أو معبر بيت لحم. طبعا احنا نطلق عليه اسم حاجز لأنه هو ليس بمعبر، المعبر للعبور ولحرية الناس وتمتعهم بشيء من التنقل على مدار الساعة، بينما الموجود اليوم حواجز ضمن ساعات محددة ضمن نطاق محددة تحول دون ولوج العديد من الناس، آلاف الناس ما بتقدر تدخل هذه الحواجز، والعكس صحيح اللي بصير خاصة لعماننا اللي بصبحوا ساعة 3 و4 الفجر بيوقف على المعبر ما يسمى بالمعبر بين قوسين وهو حاجز، ليدخل الساعة 6 و7 ساعتين و3 من الاكتظاظ بالصيف بالشتاء وإلى آخره، وهذا طبعا بحد من حريتهم. الجوانب الاقتصادية بكل تأكيد حاضرة في هذا السياق. اليوم نحكي على سبيل المثال في الضفة الغربية لحالها في أكثر من 600 حاجز طيار شهريا بعض المنظمات الدولية بتراقبها، وهذا أخطر من المعابر التقليدية المعروفة الموجودة على خارطة، بمعنى ممكن تيجي دولة الاحتلال اليوم تورجي العالم كله أنا عندي معابر، الغاية منها أني أسهل دخول الفلسطينيين على أراضي بين قوسين أيضا من جهة، وبين أنهم العمال كمان أيسر لهم دخولهم وولوجهم إلى داخل إسرائيل حتى يشتغلوا. بالواقع الحقيقي أن هناك حواجز ما يسمى بالحواجز الطيارة، وأحيانا بتكون أكثر تعقيد كإجراءات كتفتيش بشكل مفاجئ. طبعا معروف أنه أكثر من 80% من شبكة الطرق في الضفة الغربية المحتلة لحالها تحت إيدين سلطات الاحتلال، وهي أغلبها ممرات ومداخل لمستوطنات اللي بتزيد عن 120 مستوطنة بحوالي 600 ألف مستوطن. إحنا طبعا بنطلق عليها عبارة مستعمرة وليس مستوطنة، لأنه هذا التعبير الصحيح للوصف اللي عم نعاني فيه هون في البلاد. هذا الحكي يحول دون تطور الاقتصاد، يحول دون تطور الناس. سياسة إسرائيل في سلب حق الحركة والتنقل أتبعتها بسياسة استعمارية في شق الطرق والشوارع بما يخدم احتلالها وإدامته وترسيخه من جهة، وبما يمكنه من تفتيت الدولة الفلسطينية من جهة أخرى. فهذه السياسة الاستعمارية منعت التمدد الفلسطيني أفقيا كما دفعته إلى البقاء في مناطق ألف التي تحولت بفعل الاكتظاظ والضغط إلى محاشر ومعازل تفتقد إلى مقومات البنية التحتية. كما أن سياسة شق الطرق والشوارع عزلت مناطق جيم وباء عن بعضها البعض من خلال تجمعات الاستيطان والمعسكرات ومناطق التدريب العسكري. يعني إذا نظرنا منذ بداية الاحتلال مثلا، أول طريق استيطاني تم بناؤه يسمى طريق ألون. هذا الطريق يصل ما بين، هو يعتبر طريق المرتفعات الجبلية المطلة على الأغوار، وذلك لربط ما يسمى بمستوطنات ظهر الجبل.
أول شارع يقطع الضفة الغربية طولا كان هو هذا الشارع من أجرة المستوطنات. اليوم بعد تقريبا حوالي ما يقارب 50 سنة مخططات الاستيطان والاستيلاء على الضفة الغربية وتقسيم الضفة الغربية بنيت على هذا الخط، بمعنى أن حصار الفلسطيني الآن يتم في جبال الضفة الغربية يتم خلف هذا الخط باتجاه المرتفعات الجبلية، في حين يتم تعزيز الاستيطان شبكة الاستيطان في المنطقة المطلة على غور الأردن تمهيدا لعزل الغور بالكامل، ونحن نعلم أن الغور الأردن يعني يتسيطر إسرائيل على 95% منه. الموجة فتح الطرق البديلة للمستوطنات كانت بعد الانتفاضة الأولى، تحديدا بعد أوسلو أكبر شبكة طرق بنيت على طول الضفة الغربية لتصل، هي شبكة لتصل كل المستوطنات مع بعضها البعض، وتصل هذه المستوطنات تربط هذه المستوطنات بمخارج باتجاه 48 لربطها بكيان الاحتلال. وهناك مخارج أساسية، عندما نتحدث مثلا عن أصبع أرييل الخط الواصل، وهذا خط قطع مهم جدا في وسط الضفة الغربية الذي يقطع الضفة الغربية من كفر قاسم حتى غور الأردن، فيقطع كل محافظات شمال الضفة الغربية. على طول هذا الخط مثلا تم تكثيف الاستيطان بشكل كبير جدا، لدرجة الآن هذا القطع الاستيطاني والذي يمتد بمحاذاته الجدار سيشكل هو الحاجز الأساسي ما بين وسط الضفة الغربية وجنوب الضفة الغربية. سياسة إسرائيل الرامية إلى أحباط ومنع إقامة دولة فلسطينية تمثلت في تعميق الاستيطان ونشره وتكاثره على جبال وتلال الأرض الفلسطينية، فقد غرزت إسرائيل 5 أصابع استيطانية في جسد الضفة الغربية تمنع الفلسطينيين فعلاً وقولاً من إمكانية إقامة دولة. فهذه الأصابع أو الامتدادات الاستيطانية تستولي على 80% من أراضي الضفة بما فيها من ثروات فوق وتحت الأرض، كما أن هذه الأصابع تمنع التواصل وتعزز السيطرة وتتحول بأقل من دقيقة إلى ثكنات عسكرية. هذا الكم الهائل من الوحدات الاستيطانية موزع على 48 مستوطنة بالضفة الغربية و15 في القدس تم التركيز فيه على البؤر الاستيطانية وعلى المستوطنات ما تسمى المهملة أو الغير أساسية. فالوحيد الذي الاستثمار الوحيد من ضمن هذه الوحدات داخل البلوكات الاستيطانية الكبيرة مثل معلي أدوميم، وهو في معلي أدوميم حوالي 10,000 وحدة سكنية، بينما كل باقي الوحدات السكنية هي في 29 مستوطنة متناثرة وممتدة على مرتفعات الجبال في الضفة الغربية. بمعنى أن حتى الحديث كان عندما يتم الحديث عن تبادلية الأراضي وضم كتل استيطانية في الضفة الغربية، تحديدا يتم الحديث عن أرييل، عن معلي أدوميم، عن جوش أتسيون، لم يعد الوضع كذلك. هناك خطط الآن باتجاه تعزيز الاستيطان في كل الضفة الغربية، والاستيطان عمليا بخارطته بالضفة الغربية هي تترك الفلسطيني التجمعات الفلسطينية كجزر داخل الضفة الغربية بتسمين هذه المستوطنات وتوسيعها لتصبح مدن استيطانية يقضوا نهائيا على أي كيان حتى مستقبلي وتواجد مستقبلي للفلسطينيين. ليه؟ لأنه بالطرق والمستوطنات يحاصر التواجد الفلسطيني الآن محاصر داخل المباني السكنية، لأنه عندما إذا رجعنا وربطناه بخارطة أوسلو والتقسيمات الإدارية ألف وباء وجيم، حتى المخططات الهيكلية للقرى التي اعتبرت مناطق باء أراضيها الزراعية واقعة في مناطق جيم، فبالتالي حتى القرى لم يبقى لها امتدادات مستقبلية من أجل التوسعات العمرانية، فما بالك في المدن. ولم تكتفي إسرائيل بالاستيلاء على مقومات بناء الدولة الثابتة من أرض وثروات، بل تعدتها إلى محاصرة الفلسطيني أيضاً من خلال منعه من استيراد الأدوات والآلات التي تساعده في تشغيل مصنعه أو تجديد مستشفاه أو تطوير عمله. فهناك الكثير من الآلات والأدوات وحتى المواد التي لا يمكن للفلسطيني أن يستوردها حتى لا تساعده في بناء مستقبله أو مستقبل دولته أو تحسينها. ومن سياسات إسرائيل في إحباط إقامة دولة فلسطينية ومنعها من التطور والنمو منعها من امتلاك أدوات التكنولوجيا المتعددة في مجالات الطب والتعليم والاتصالات وأدوات التحقيق الأمني والجنائي، إذ تحدد إسرائيل للفلسطيني المسموح والممنوع في هذه المجالات بحيث يبقى الفلسطيني متخلفاً
وغير قادر على المنافسة أو التطور. العوائق الإسرائيلية بقطاع الاتصالات، هناك في عوائق في معظم المجالات، لكن في قطاع الاتصالات بشكل خاص له تأثير كثير على الشباب خصوصا الفلسطينيين. من أهمها قطاع الاتصالات على حسب كل الأعراف الدولية، وخصوصا بآخر توجه اتخذ الاتحاد الدولي للاتصالات الITU، أنه الحصول على المعلومات والحصول أو استطاعة الشبك أو الربط عن طريق النطاق العريض أو البرود باند هو حق من حقوق الإنسان، لأنه له تأثير كبير على تطور الإنسان. الربط عن طريق الانترنت والوصول للانترنت والربط عن طريق الاتصالات له تأثيرات في مناحي الحياة وفي كل التخصصات. هذا لا يقتصر على المختصين بقطاع الاتصالات، حتى على سبيل المثال مثل الزراعة أو حتى على التدبير المنزلي أو على الدراسة في أي موضوع. الحصول على المعلومة سهل اليوم عند الإنسان، يصبح مكتبة عامة متنقلة في البيت عنده، يستطيع التعلم بمفرده، يستطيع الحصول على مراجع، يستطيع الحصول على المعلومات. تتيح الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات للفرد أن يطور نفسه بنفسه في وقته المناسب له في وقت فراغه، سواء كان ست بيت في البيت معظم الوقت عشان تربات أولادها، أو شخص يذهب إلى الجامعة أو المدرسة. فهي تكنولوجيا مكملة مهمة لكل القطاعات، وليس فقط لقطاع معين يعملون في قطاع تكنولوجيا المعلومات. ولم تسمح إسرائيل للفلسطينيين بحرية التصدير والاستيراد، فحددت الأنواع المسموح بتصديرها واستيرادها، وحددت كمياتها وأصنافها، والأمر لا يقتصر على المواد الاستهلاكية أو الأدوات المستخدمة في الصناعة وغيرها، وإنما تعداها إلى حتى مراقبة الكتب والأفلام والمصنفات الفنية. يعني نظرياً موضوع الاستيراد والتصدير من الأراضي الفلسطينية أو ما يمكن تسميته مناطق السلطة الفلسطينية خاضعة لأحكام بروتوكول باريس الاقتصادي، وهي وضعت الأراضي الفلسطينية ضمن غلاف جمركي واحد مع إسرائيل، وما ينطبق على السوق الإسرائيلي ينطبق على السوق الفلسطيني، مع الفارق الكبير في مستوى الدخل وفي حجم الاقتصاد وقوته، وأيضا قدرة السلطة القائمة على التحكم بهذه العملية. هذا نظريا. بروتوكول باريس الاقتصادي هو بحد ذاته حتى لو طبق بالكامل هو مجحف إلى حد كبير، وضع كل ما يتعلق بهذه العملية بيد إسرائيل مع هامش بسيط جدا، وللأسف هو هامش غير مستغل، لم يتم استغلاله فلسطينيا على مدى السنوات العشرين الماضية. ولكن عمليا ليس فقط أن بروتوكول باريس هو مجحف، أيضا هو يطبق بطريقة انتقائية بحكم القوة التي تمتلكها سلطات الاحتلال على الأرض. هي تسيطر تماما على المنافذ والحدود والمعابر، لا يوجد، ليس هناك أي تواجد فلسطيني على هذه المعابر في نطاق العمل الجمركي أو فيما يتعلق بإجراءات الاستيراد والتصدير، وبالتالي باتت العملية خاضعة تماما لمزاج المحتل وتحكمه، وهو الذي يقرر ما الذي سيدخل وما الذي سيخرج ومتى يدخل ومتى يخرج وبالكيفية التي يشاء. ولضرب مفهوم الدولة الفلسطينية، حددت إسرائيل السقوف الأمنية والولاية الجغرافية ومدى وقدرة الأجهزة الفلسطينية المختلفة في الفعل والتصرف والسيطرة، أي أن إسرائيل تنكرت لما وقعت عليه عندما اكتشفت قدرة الفلسطيني على الاستفادة من أي اتفاق وتحويله إلى دولة. هذه السياسات التي قامت بها الحكومات اليمين أدت إلى نسف ما يسمى باتفاق أوسلو، والصلاحيات اللي كانت
ممنوحة للسلطة الفلسطينية على أمل أن نذهب إلى اتفاق أو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي بإقامة دولة فلسطينية. اليوم ما نشاهده خاصة ما بعد الانتفاضة الثانية هو نسف لكل الصلاحيات الموجودة للسلطة الفلسطينية والإبقاء على صلاحيات محدودة في قضايا مدنية محددة هي عبارة عن التزامات ثقيلة على الحكومة الفلسطينية تخلصت منها السلطات أو سلطات الاحتلال الإسرائيلي. فيما يتعلق بالجوانب الأخرى التي يمكن أن تكون تعبيرا عن أشكال السيادة الفلسطينية لغتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، سواء بعودة الإدارة المدنية أو بالدخول إلى مناطق ألف أو الاعتقالات من هذه المناطق أو فيما يتعلق بالحدود وأي اتفاقيات أو مفاوضات فلسطينية إسرائيلية تعطي أملا للفلسطينيين. اليوم الحكومة الإسرائيلية أغلقت كل الآفاق الممكنة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي. إلى ذلك، ومن أجل منع السلطة الفلسطينية من التطور والتكامل، عمدت إسرائيل إلى ضرب البنية التحتية والمؤسسات الوطنية ومقرات السلطة الوطنية في عام 2002، كما عملت على تعزيز الانقسام السياسي وتقويته، وحاولت خلق تيار إقليمي وعالمي ضد دعم مشروع الدولة الفلسطينية المستقلة، وعمدت أيضاً إلى إعادة تفسير اتفاق أوسلو بحيث تخلت عنه أو تكاد من خلال عشرات الإجراءات والممارسات وحتى القوانين التي تجعل من هذا الاتفاق جزءاً من الماضي، وبهدف ضرب مفهوم الدولة وعدم تطورها حددت إسرائيل مساحة الأرض التي يحيا عليها الفلسطيني، وحرمته من أن يحفر بئراً ارتوازياً أو يشق شارعاً أو يبني بيتاً، واحتكرت لنفسها تيارات الماء والكهرباء والهاتف والإنترنت، وربطت عجلة التقدم والتطور الفلسطيني بشروطها الأمنية الاحتلالية، ثم بعد ذلك نسمع أنها تؤيد حل الدولتين. إن هذا الشعار الذي ترفعه إسرائيل بين الحين والآخر يدفعنا إلى التساؤل عن أي دولة تتحدث إسرائيل وساستها وقياديها وإعلاميها. إسرائيل مفهومها في هذا السياق هو دولة لليهود خالصة في أراضي 48 ودولة للفلسطينيين والمستوطنين في الضفة الغربية، يسيطر عليها الجيش الاحتلال الإسرائيلي من ناحية، وأيضا تخضع لعنصرية المستوطنين وإعلاء كلمتهم في الأراضي الفلسطينية، سواء في احتكارهم للأراضي الفلسطينية أو السيطرة على الموارد الفلسطينية. وبالتالي هو نسف للمفهوم الأساسي المتعلق سواء بالمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية التي جرت في عام 91 الأرض مقابل السلام، أو في مفهوم الإدارة الأمريكية التي أعلنت في عام 2002 من قبل الرئيس الأمريكي جورج بوش الثاني حل أو خيار حل الدولتين، بمعنى أن هناك انفصالا ما بين الفلسطينيين والإسرائيليين على المستوى الجغرافي، لكن ربما يكون هناك علاقات اقتصادية أو تعاون مستقبلية تمثل كل دولة لها سيادة، وتكون هناك إمكانية للحياة أو إمكانية لحياة دولة ذات استقرار واستقلال ومستدامة. أخيرا، ورغم كل إجراءات إسرائيل التي تحرمنا من التقدم والتطور نحو مصيرنا ودولتنا وحقنا وترابنا، إلا أننا مصرون على مواصلة العمل والبناء والبقاء.